الله معكم، صباح الخير مشاهدي نور الشرق، برحب فيكم ضمن برنامج نور جديد يلي نحن وياكم رح نترافق بها الوقت من الساعة 11 لغاية الساعة 1 الظهر ضمن فقرات عديدة وغنية. بداية مشاهدينا دايما بدي أتمنى لكم هالنهار يكون حامل كل السلام والصحة والخير، وما تنسوا دايما يكون الإنجيل هو نور لسبيلكم لحياتكم ولعائلاتكم، حتى دايما نكون عم نحتمي بالكلمة الكلمة اللي هي سيف الروح والحق. مشاهدينا بداية برنامجنا رح نحن وياكم ننتقل ضمن فقرة السوشيال ميديا ونشوف الأب إلي رقماز هالراهب اللبناني الماروني شو محضر لنا فيديو جديد، وتحديدا اليوم رح نشوف مزار مار الياس بحتشيط ضمن جبل مار الياس، هالجبل يلي مغطى ومكلل بالثلوج البيضاء يلي ان شاء الله بتكون دايما هالزائر الابيض يلي بيحمل كل الخير والنعم بحياتنا. فاذا رح نشوف الفيديو ومنتابع فقراتنا. شكرا كتير كبير للأب إلي رقماز الراهب الماروني على هالفيديوهات يلي فعلا بتنقلنا إلى عالم الروح وبتخلينا نشوف جمال الله بهالمزارات بهالأديرة يلي دايما عم ينتقل من بلدة لبلدة حتى يصورها بأبهى حلة، هالمزارات يلي عم تشهد لكلمة الله بكل ضياع لبنان وإن شاء الله بالعالم أكيد. مشاهدينا أول فقرة ضمن نور جديد بصرنا نرحب بحضرة الأب مايكل سليم، هو راهب فرانسيسكاني مصري وأيضا مرشد جماعات الرحمة الإلهية في مصر ومدير مدرسة الأباء الفرانسيسكان في الفيوم. أهلا وسهلا فيك أبونا مايكل. أهلا، صباح النور. شرفتنا بلبنان بهالزيارة القصيرة نوعا ما. شكرا لكم. شكرا، ولكن حاملة كل الأبعاد الروحية. وايضا مشاهدينا بصرنا نرحب بحضره الاب ميلاد لسقيم المرسل اللبناني، هو مرشد عام جماعه الرحمه الالهيه في لبنان. الله معك ابونا ويعطيك الف عافيه. الله يحفظك رانيا، ميرسي كثير، وانتم كمان الله يقويكم. يعني دائما هيك بتالق دائم مع جماعه الرحمه الالهيه ان كان بلبنان بمصر وبكل العالم حتى تنشروا هالرساله. ابونا مايكل بهمنا نبدا معك اليوم ونحكي عن اهميه رساله الرحمه في الكنيسه. يعني اولا بشكر ربنا على الوقت القصير اللي هقضيه معكم هنا، بشكر ابونا ميلاد على الدعوه. احنا يعني بنلتقي تقريبا اكثر من 6-7 مرات في السنه تحضيرات وشغل ما بين مصر ولبنان لرساله الرحمه. رساله الرحمه من سنين الكنيسه بتاكد عليها، وبدات نقول تالقت مع البابا القديس الراحل يوحنا بولس الثاني اللي دلوقتي يعني مهتم يعمر كل قلوب المسيحيين اللي في مصر بهذه الرساله وفي لبنان وفي العالم اجمع. وشي تقريبا 4 سنين 2014 بدينا الشغل مع بعض في مصر. يعني حضور الجماعات القانونيه زي لبنان قليل، لكن في مجموعات شغاله الرحمه الالهيه، لينا مجموعه في اسكندريه ومجموعه في اسيوط، وفي اكتر من
يعني راعيتين في القاهرة أو ثلاثة يعني ملتزمين بمعايشة عبادة الرحمة وفهم رسالتها وعمق الرسالة وأهميتها في حضنهم. الكنيسة مش يعني مش مبادرة مننا احنا، الكنيسة الكاثوليكية مع انطلاقا من بابا يوحنا بولس الثاني، حتى الباب الحالي يمكن كان في حوار طويل امبارح في بنا مع الشباب عن موضوع الرحمة وأهميتها والاحتياج الملح داخل عالمنا ان احنا نجسد ونفعل رسالة الرحمة، بإلزام مش اختيار، إلزام لينا كمسيحيين ان احنا نكون رسل رحمة على اكتر من صعيد. مصر بالأخص محتاجة يعني مجهود مضاعف، لأنه احنا أقلية بمعنى أنه عددنا مش أقلية كثقافة لكن أقلية كعدد. احنا بنمثل من 10 ل 15% من تعداد السكان كاثوليك. احنا يعني إذا خدناها كده بقراية سريعة رقمية لمصر، مصر احنا 100 مليون تقريبا، فينا 17 مليون حسب التعداد اللي بيطرحوه مسيحي قبطي. الكاثوليك اللي في مصر بشتى طوائفنا اذا كان لاتين او اباط كاثوليك او سريان او موارنة او كلدان، احنا بنمثل تقريبا 300 ألف من هذا العدد. فعددنا مش بالشكل الكبير لكن لينا يعني حضور وثقل ثقافي من خلال مدارسنا، من خلال نقول إرسالياتنا اللي موجودة في أكتر من مكان، في أكتر من اتجاه خدمي حضور للمجتمع. فاعل، حضور متين بنعمة الرب. قليلين يعني كعدد لكن لينا حضور. يعني إذا تكلمنا على حضور مثلا داخل المؤسسات التعليمية، إحنا كلنا تقريبا 180 مدرسة خاضعين للكنيسة الكاثوليكية من رهبانيات وككنيسة محلية كاثوليكية. بس يعني أقول لك لينا بصمة وحضور داخل المجتمع بشكل كبير، و مميزين لأنه ما زلنا محافظين على ثقافة، محافظين على يعني وضع تربوي وزرع ثقافة إنسانية بحتة في المقام الأول، وشوية بشوية مع الحياة والاختلاط بيقدروا يعني يلمسوا حضور يسوع في حياتنا وأهمية هذه الرسالة اللي احنا كلنا بنسعى إليها. طبعا هالدور الفاعل يلي أشرت له الأب مايكل سليم، يعني أبونا ميلاد لما نسمع هالحضور بكميات قليلة من الأشخاص ولكن بدور قوي فاعل نابض بإعلان البشرة السارة. خلينا نحكي معك عن يعني نشاط جماعة الرحمة الإلهية في لبنان، حضرتك مرشد عام هالجماعة، وشو الدور اللي عم بتقوموا فيه؟ نحن مبدئيا مثل ما بنعرف انه تلاميذ يسوع كانوا 12 اعلنوا البشارة، واكيد بعد عالمنا بحاجة لأكثر من نشر البشارة. بهمنا نحن نوعية كمان بالجماعة، نوعية العمل، نوعية الحضور، نوعية الصلاة. إجمالا تقتصر رسالتنا على نوعين، رسالة الصلاة من أجل أكيد انتشار عبادة الرحمة في العالم أجمع، بس الوقت العمل يعني كمان في عنا جماعات على صعيد فردي بالمكان اللي هي فيها بتعمل أعمال رحمة، بتعيش الرسالة بألفة، بتتعمق برسالة الرحمة الإلهية اللي انتشرت ببولندا من خلال رياضات روحية دورية بتصير بحسب الأعياد الكبيرة مثل عيد ميلاد، عيد الكبير، نعمل إجمالا رياضات جماعية لكل الجماعات مع بعض، بالإضافة للرياضات اللي هن بيعملوها كل جماعة واحدة بالمكان اللي هي فيه، وبتنسجم مع نشاطات الرعية اللي هن خلقوا فيها الجماعة اللي خلقت فيها. حلو، دايما هيك عندكم. رح نحكي أكثر عن تفاصيل جديدة عم تقوموا بتحضيرها، ولكن في مؤتمرات سبق وشاركت لوميار ونورسات بتغطية مؤتمر الرحمة الإلهية يلي سبق وصار العام الماضي بمصر، وتحديدا عندكم أبونا مايكل. ما أهمية دور المؤتمرات في انتشار رسالة الرحمة داخل الكنيسة؟ هو موضوع مؤتمر الرحمة الإلهية اللي هو دعوتنا في الشرق الأوسط، الرحمة هي دعوتنا ورسالتنا في الشرق الأوسط، كان أول مؤتمر في تاريخ الشرق الأوسط للرحمة الإلهية. مؤتمرات الرحمة على قد يعني محدودية مشاركتي فيها، يمكن أبونا ميلاد أكيد شارك في مؤتمرات تاني. مؤتمرات الرحمة تحت جناح الكنيسة الكاثوليكية بيبقى ليها دور فعال كبير جدا في انتشار رسالة وحضور يسوع الرحيم في مجتمعاتنا وبيئاتنا وثقافاتنا،
وبصراحة يعني خبرة اكتسبناها من أكتر من مؤتمر. يعني أتوقع أنا وأبونا ميلاد إحنا حطينا مؤتمراتنا على بعض زي ما بيقولوا، شاركنا في كل المؤتمرات العالمية للرحمة الإلهية اللي نشئت تحت جناح الكنيسة الكاثوليكية. أنا شاركت في مؤتمرين، واحد في بوغوتا حلو. كولومبيا أمريكا اللاتينية 2014، وشاركت في واحد تاني كان أبونا ميلاد معانا في 2017 في مانيلا الفلبين. مؤتمرات بيكون ليها حضور يعني قوي جدا 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 من شتى دول العالم، بيكون في قوة إيمان وإعلان لحضور الله الرحيم بشكل يعني يعجز اللسان، مشاعر يمكن ما فيش كلمات تعبر عنها. بنعيش وقت يسوع بيكون حاضر بقوة معانا وبيدينا دعم ودفع نرجع نعلن بقوة هذه البشارة في بلادنا وكنائسنا. انطلاقا من المؤتمرات اللي اشتركنا فيها، واشتركت في مؤتمر ثالث في روما وابونا شارك في بولندا، غالبا يعني الاربع مؤتمرات العالميه اللي احنا اشتركنا فيهم على ابونا ميلاد، كل واحد على حده في مؤتمراته واتفقنا او اتجمعنا في مؤتمر واحد، ادتنا يعني حلم، نشأت حلم جوانا ان احنا نعمل مؤتمر في الشرق الاوسط تحت ثقافه نقدر نقولها شرق اوسطيه، ثقافه حلو. عربيه نتكلم مع بعض بلغتنا. المؤتمر كان حلم بمساندة طبعا الروح القدس، دعمنا بشكل كبير، والتشاور والحوار ما بين مصر ولبنان، واقدر اقول كان في توأمة كبيرة جدا بدأت من 2015 بعد رجوعنا من بوجوتا. عملنا يعني لقاءات ورياضات وعملنا أنشطة بشكل كبير، كان في جروبات كاملة مجموعات رحمة بتيجي تنشط مؤتمرات تابعة للرهبانة الفرنسيسكانية، وعملنا يعني دورة بالذخائر في الصعيد مصر، لفينا تقريبا نص صعيد مصر حلو، بذخائر القديسين مع أبونا على ميلاد. كامل الطوائف تقريبا. يعني رحنا حلو حلو. القاهرة، يعني اتعاملنا مع الكنيسة الكلدانية، أنا بساعد في الخدمة في الكنيسة الكلدانية، وفي الصعيد في أباط كاثوليك في حوالي 8 رعاية. مش موضوعنا، موضوعنا المؤتمر، بس عايز أقول لحضرتك إنه مع الاختبار العمل سويا والتوأمة اللي كانت ما بين مصر ولبنان، قدرنا نعيش خبرة المؤتمر بروح دولتين كانوا نقول يعني ماشيين بشكل أخوي حتى داخل المؤتمر. المؤتمر كان فيه حضور عالي جدا من لبنان، كان لحسن أو سوء الحظ مش عايز أحكم، لكن كان قبل زيارة البابا فرانسيس لمصر ب10 أيام تقريبا أو بثمان أيام، لما وده كان معين المؤتمر ما ما كانش لا معين زيارة البابا. يعني من البروتوكولات الغريبة جدا إن يتعلن عن زيارة البابا في دولة قبلها بشهرين. إحنا التقليدي صحيح. قبلها بسنة وبسنتين بيكون في توجيه وتحضير. احنا يعني الاحتياج مصر لهذه الزيارة والاحتياج مصر لحضور روح سلام يعني بحضور البابا فرانسيس وتآخي يعني سياسة الدولة ورئاسة الدولة وقبولها لهذه الزيارة، أتوقع كان في يعني اختراق لكل الأنظمة الموجودة، عشان مصر محتاجة واحنا كنا محتاجين لهذا السلام، لأنه كان قبلها فترة بسيطة كان عندنا انفجارات في أحد الشعانين في أكتر من مكان. فكان أتوقع يسوع بيقول لك يعني أنا موجود وبحب وعايز أكون حاضر معاكم بشكل كبير، فادانا هذه النعمة. المؤتمر كان قبل حضوره بثمان أيام تقريبا أو 10 أيام، وعشنا كده وقت فيه كان فيه نقول تآلف خبرات، تآلف ثقافات. كان في روح الجماعة الحاضرة كعائلة وحدة، كان في روح التلاميذ الأول كيف كانوا فعلا متماسكين. يعني أنا شاهدة على هالموضوع فعلا أبونا، كلام ما بيعبر عن هالروحانية القوية. كل شخص شارك قدر ياخد معه زوادة روحية لحياته ولمسيرته الإيمانية. بقى يعطيكم ألف عافية. وما نقدرش ننكر وننتهز الفرصة ونشكر يعني تريليمير على مساندتها ودعمها، وقناة الشرق والدعم الإعلامي اللي كان بيوصل رسالتنا لكل الشرق الأوسط بلغتنا العربية، لأنه يعني نقدر نعلن كده إن لغتنا مش مدعومة ومش معروفة في دول كتيرة، لكن القناة نفسها بتدعم ده وبتعلنه بشكل كبير، وأتوقع دي رسالة مهمة لنشر رحمة الله وحضوره في عالمنا. أمين. أبونا ميلاد مش من زمان أطلقته يعني فكرة إنشاء متحف البابا القديس يوحنا بولس الثاني يلي راح يكون، يا ريتك بتعطينا تفاصيل أكثر، وين راح يكون موقع المتحف، مين المهندس يعني اللي عم بيقوم بهالمشروع، وقديش صرته بمراحله يعني، وشو ناطرين؟ رانيا حضرتك بعتقد لا تيلو لوميير كانت معنا من خلال أول رحلة عملناها على بولندا، هناك استحصلنا على ثوب للبابا القديس،
من بعدها صار في رحلات على بولندا عديدة، وكل رحلة ارجع جايب معي ذخيرة من ذخائره، لأن آخر مرة قبل الأخيرة استحصلت على حجر من بيته، فكان السؤال لرئيس المتحف شو ممكن أعمل فيه. أنا تعجبت شو ممكن أنا أعمل فيه، قال لي فيك تعمل فيه بيت البابا يوحنا بولس الثاني. دغري طرق براسي بيت، أنا كنت وكيل فوق بالدير، دير الأم تبعنا بغسطة، طرق ببيتي بيت خربي قديم ممكن يكون هو المتحف. فلمن رجعت على لبنان طلبت من الرئيس العام لو ممكن يسمح انه تكون هذا البيت متحف للبابا، فطلب مني بقى 5 ايام تقريبا يتشاور مع المجلس تبعه، واجت الموافقة. وبعدها اجى فترة الشتاء ما قدرنا نشتغل شيء، من بعدها رجع تعين كاهنين معي بالجمعية، أبونا جان بوخليفة وأبونا جان عقيقي، وكنا عم نفكر سوا نعمل شيء فوق. فبما أنه أنا كنت أخذ إذن يكون في متحف، وكان قربت إعلان قداسة البابا سنة الرحمة الإلهية، فطلع المشروع تلقائياً يكون في جبل رحمة إلهية، هالجبل يكون مخصص لكل نفس تعبانة نفسياً حبة تصلي حبة تلتجي لرحمة الله، يكون في كهنة فوق عم يستقبلوا هالنفس، عم يسمعوا لها، عم يشدوها، ونفس الوقت هالمتحف يكون إلى جانب هالمزار حتى للناس تتبرك فيه، بما أنه صار إجا كتير زخائر من قداسة البابا هالبلد اللي أحبه. فمن شي حوالي يوم بفتكر يوم الخميس يوم الجمعة عملنا حفلة، هي كانت بداية تا من خلالها تم تبرعات نقدر نبلش بهالمشروع يلي أكيد مكلف منه هين أبدا، بس عند الله ما في شيء مستحيل. بس وضعته الخطوات الأولى يعني بدء المشروع، أكيد بدء المشروع بموافقة الجمعية وترحيب الجمعية بالفكرة. المهندس هو جوزيف عبد الله، مهندس شاطر كتير وبيعرف يدخل القديم بالجديد مع المحافظة على البيئة، لأنه المتحف جاي بجبل، حتى الحفاظ على قدسية هالمكان يعني بروحانيته معرفة اختيار الحجر، يعني حتى كان عم يشرح كيف عم بيكون متعرج قصد ليش، يعني قديه مهم حتى الهندسة المعمارية نكون عم يعني نجسدها لحتى تعلن حضور الله وكلمته المحيية. فعلا يعني عمل كتير حلو أبونا، وإن شاء الله هيك الرب يحط إيده معكم وبيعمر. أبونا مايكل، يعني إضافة إلى العمل المشترك اللي سبق وتحدثت عنه بين لبنان ومصر في نشر الرسالة، ماذا تقومون بعد في هذا العمل؟ يعني انطلاقا من رهبانيتي المؤسسة اللي أنا بدب عليها، أنا رهب فرنسيسكاني تابع للإخوة الأصاغر، إحنا رهبنا لينا تاريخ في مصر، يعني السنة دي بنحتفل في يوبيل كده استثنائي لحضور القديس فرانسيس لمصر سنة 1219، زيارة كان ليها طابع خاص في ثقافتنا العربية، وغاية دلوقتي حتى يعني إخواتنا المسلمين بيشهدوا عنها وبيعلنوها بشكل كبير، لأنه جه القديس فرانسيس مع الحملة الخامسة يعني الصليبية اللي كانت جاية، وعندها رؤية واضحة أن هي تنسف كل ما هو غير مسيحي واسترداد الأراضي المقدسة. لكن كان هناك في حوار ولقاء ما بين الملك الكامل، ملك كامل الأيوبي اللي كان هو السلطان والملك في ذاك الوقت، مع القديس فرانسيس اللي كان راهب جاي بيتابع نقول الفرقة اللي جاية تحارب، يعني بنعمة ربنا بقوة روح القدس كده قدر ياخد وقت ويستقطع لقاء مع السلطان، ومن هذا اللقاء تحول مسار الحرب إلى سلام، عشان كده بنقول وضع استثنائي. احنا كرهبانة لينا حضور قوي داخل مصر تقريبا بشكل يعني دائم من حوالي إذا مش مخطئ 600 سنة أو 550 سنة لينا حضور داخل القطر المصري كرهبان مرسلين. طبعا ما كناش احنا كمصريين، كان رهبان جاي من أوروبا، وكان رهبان جاي من الأراضي المقدسة لنشر رسالة المسيحية أو الحفاظ على
التقليد المسيحي اللي موجود في بلادنا. من شي حوالي 15 أو 18 سنة إحنا كرهبنا بقينا إقليم مستقل، إقليم مستقل بمعنى قانون بيقول بعد اكتمال 60 راهب أو 65 راهب نقدر نكون إقليم، لينا رئاستنا وإدارتنا ومؤسساتنا تقدر يعني تمشي الأمور بدون العودة للمقر الرئاسي في روما، مش بنبعد لكن بيكون لنا استقلالية كإقليم مستقل. إحنا كرهبنة لينا حضور في المجتمع بأكتر من اتجاه، عندنا مدارس، عندنا 17 مدرسة تقريبا، ويعني بتبدأ من صعيد مصر من أسوان لحد اسكندرية، عندنا أكتر من 4 مستوصفات بنخدم خدمات يعني خدمات رعوية لطقس طقوس مختلفة لطقوس قبطية لطقس البلد نفسه، وعندنا تقريبا قدهم رعاية لاتينية بنخدم فيها، عندنا مزارات القديسين مفتوح، أماكن مفتوحة مزارات لاستقبال الاعترافات وأماكن للصلاة وللسجود تقريبا، وإيه يعني لنا بصمة بشكل أو آخر داخل المجتمع، لأنه كرهبان إحنا عددنا 100 راهب تقريبا، فحضور إلى حد ما ثقل داخل الكنيسة الكاثوليكية. الكنيسة الكاثوليكية في مصر غنية فيها كل هلأ الطوائف، هلأ العدد هلأ تقريبا 100 أو 98 احنا داخل الكنيسة الكاثوليكية، ما نقدرش يعني نقول احنا بعيد عنها، موجودين في كل الإبرشيات، احنا في 7 إبرشيات في أو 6 إبرشيات بثقافتهم موجودين في داخل محافظات مصر، موجودين في كل إبرشية بشكل أو آخر حسب المكان الخادم اللي احنا بنخدم فيه. من رأيي الشخصي وأؤكد إن هو رأيي شخصي، أكتر بصمة بنقدر نثبت فيها حضور يسوع ونكون فعالين هي المدارس، لأنه بنكون قائمين على تربية النشء اللي هيكون بعدين هو مستقبل البلد. وإذا مش مخطئ وممكن ناس كتيرة تتفق معايا في اللي بقول، إنه مفاصل الدولة في مصر، مفاصل الدولة كسياسة اللي ماسكين فيها مناصب قوية، مش هقول مسيحيين لكن خريجي مدارسنا، مدارس الكاثوليكية، احنا تقريبا 173 مدرسة أو 175 مدرسة خاضعين للكنيسة الكاثوليكية من رهبانيات مختلفة. قديش أهمية هالرسالة، رسالة التعليم؟ لينا حضور كبير قوي داخل هذه المؤسسة، وبالأخص إنه العدد. أبونا منشوف مدارس يعني تبنى لزرع الحقد والكراهية والتسلح للأطفال، بينما عم نشوف مدارس عندها المنهج التعليمي الثابت والقوي والذي ينشئ هذه الأجيال فعلا على حب الثقافة والعلم ونشئ هذا الجيل بكل رقي. بقى يعطيكم فعلا القوة حتى تتابعوا هالمسيرة رغم كل الظروف المحيطة والتحديات اللي عم تعيشوها. أكيد أكيد، وكمان بنجابه صعوبات كتيرة، لأنه كمدارس نقول قليلة جدا، يعني احنا آخر تعداد الوزير الحالي ادعى عن عدد المدارس اللي في مصر، احنا 54,000 مدرسة، من ال 54,000 مدرسة يدوب 7,000 مدرسة خاصة، منهم بس 200 مدرسة كاثوليكية، لكن على رغم قلة هذا العدد لكن يعني مدارسنا ما زالت موجودة في عقول وثقافة أشخاص كتيرة، وبترجع نقول مردودها علينا دلوقتي الأشخاص المميزين في البلديات وفي المحافظات واللي واخدين مسؤوليات كبيرة بيكونوا خريج مدارس الكاثوليك وبيفتخروا بهذا، مدارس الرهبان والرهبات، لأنه بنغرس فيهم إلى حد ما على قد ما نقدر بنعمة يسوع إنسانية بحتة، تآخي، العيش في إخاء بمحبة، يعني مش تعاملي معك إنسان لإنسان مش أكتر. نعم أبونا ميلاد، سبق وتحدث الأب مايكل سليم الفرنسيسكاني عن العمل المشترك بين لبنان ومصر، وتحديدا يعني هالعلاقة اللي نشأت بيناتكم من خلال عمل الرحمة الإلهية، كمان شو بتقدر تعطينا تفاصيل جديدة عن هالموضوع؟ أنا بحس أنه دائما بنغتني نحن بهالرسالة المشتركة، لأنه كل بلد له ثقافته، له طريقة نشر التعليم فيه. أنا بحس أنه رسالتنا هونيك إلى كتير وقع وتأثير كلبنانيين علمانيين أم كهنة أم مكرسين، من خلال الجولة اللي عملناها حسينا كتير في تعطش لقبول كلمة الله من خلالنا. كمان اليوم كان عندي اختبار كتير هيك بسيط بالمدرسة اللي بعلم فيها ديليفران دوستا، فحبيت انه هو كمان يعطيهم لتلاميذنا نقل خبرة الثقافة اللي عم يشروها بين التلاميذ، الصعوبات اللي بيعيشوها، فكان إلها كتير انشداد التلاميذ لحديثه اللي كان عم يحكيه.
يعني دائما الشخص الغريب بأثر على الجامعة يعني، وبيعطي بصمة تنطبع بذهنهم. يعني ما قدروا زاروا مصر بس قدروا كونوا فكرة كتير واضحة عن رسالة التعليم بمصر. حلو، تأكد أبونا مش رح ينسوا هالرسالة. رح نتوقف نحن وياكم أبونا ميلاد وأبونا مايكل مع فاصل قصير مشاهدينا، ومن بعده منسمع ترتيلة، منصلي سوا، منسبح الله، ونرجع منتابع لقائنا. مشاهدينا رح نتوقف هلأ مع الأب فادي روحانا يلي بيقلنا دايما يا أهل النور. رح نشوف شو رح يقلنا بهالكلمة الروحية وناخد منها العبر لحياتنا اليومية. يا أهل النور، الله معكم. شو في ناس بتستعمل الله لتخبي حقيقتها؟ شو في ناس بتستعمل الله لتحصل على المال، على السلطة؟ وشو في ناس الله رح بيقلن ابتعدوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية لأنكن عشتوا المرائية؟ من برا قبور مكلسة ومن جوا يعلم الله. منصلي للرب لحتى يكون في تطابق بين إيماننا وشهادة حياتنا. منصلي يا رب لحتى ما نستغل اسمك القدوس من شان أهدافنا الرخيصة. الرب يسوع بيدعينا لنكون أبناء النور، أبناء الحقيقة، ليكن كلامكم نعم نعم لا لا بمتى 5. هالكلام هو قاعدة للسلوك والعيش المسيحي. المرائية هي نوع من الكذب. المرائية إنه الشخص يظهر ما لا يبطن، بيتلحف بالروحانيات ولكن هو من الداخل رذيل وبيحب السلطة وأهدافه منا مسيحية. في كهنة يمكن بيتصنعوا القداسة وبقلبهم النجاسة. في سيدات يمكن ملتزمين بالأخوية وكل نهار عم بيعيشوا النميمة والثرثرة ببيوتهم. هون نحنا ما منشبه المسيح الدجال؟ منشان هيك كتار من الناس بينحرفوا أو بيرغبوا بالباطل وبيبطلوا يآمنوا ويلتزموا بالكنيسة لأنه قدام عيونهم ما في شهادة حقيقية. ما فينا ندعي القداسة وبقلبنا النجاسة، هيدي ازدواجية وشهادة باطلة. في كاهن بوعظة نهار الأحد طلب من المؤمنين أنه يقروا إنجيل مرقس فصل 17، لأنه الأحد المقبل رح تكون الوعظة عن الكذب، وحلو أنه يقروا مرقس فصل 17 لحتى يتحضروا لهالوعظة. يوم الأحد ووقت الوعظة سأل هالأبونا الناس: شو يا أحبائي، كنت طالب منكم تقروا مرقس فصل 17، مين قريه؟ يلي قريه يرفع ايده. وهون رفع اكثر من نص المؤمنين ايدهم بقلب الكنيسه. طلع الكاهن فيهم وقال لهم: عن جد بدكم وعظه عن الكذب، لانه بانجيل مرقس ما في فصل 17. معقول؟ حذاري نكون مرائين، حذاري نتصنع التقوية ونلبس أقنعة ما بتلبق لنا ومش لقلنا. قناع البراءة ونحن خبثاء، قناع التواضع ونحن متكبرين من جوا، قناع الخدمة ونحن أنانيين ووصوليين بدنا نوصل لو شو ما كانت الطريقة. يا أهل النور، خلونا أبناء النور واضحين شفافين، لأنه البركة المعوكرة ما بتقدر أشعة الشمس تخرقها وتوصل لعمقها. لما تكون البركة هادئة، أشعة الروح القدس ونور الرب بيخرقوها للعمق. خلوا المي المعوكرة بحياتنا الروحية تروق وتهدى لحتى نور روح القدس يخرق داخلنا ويطهرنا ويجددنا. خلونا نكون شفافين لحتى نور الرب يقدسنا. كان في سيدة كيف ما ضيعها عيلتها ويسألوا عنها وجوزها، يلاقوها بالكنيسة عم بتصلي، بس بالحقيقة اكتشفوا لاحقا انه كانت تروح على الكنيسة لتهرب من واجباتها المنزلية وتهرب من واجبات بيتها وخدمة عيلتها.
ما فينا نحتمي بالصلاة لحتى نكذب ونهرب من التضحية ونكون على حقيقتنا وما نشتغل على حالنا. نياله يلي شفاف لأنه الرب بقلبه رح ينشاف. الصدق هو دعوة وأمر إلهي، وعلى كل إنسان بأنه يلتزم بالصدق والصراحة والحق بقوله وعمله وحياته تمثلا واقتداءا بيسوع المسيح، بالله الصادق. أنت يا إلهنا ذو صلاح وصدق طويل الأنات وكثير الرحمة، مثل ما بيذكر العهد القديم أنه الله صادق وأمين، مش بس بأقواله وأعماله بل كمان بمقاصده ونواياه. خلونا نتأمل بصدق الرب وأمانته ونقتدي فيه لنهاية الدرب. والله معكم. كم بحثت عنك وكادت شباكك تصطدني، فاصفح عني وساعدني ساعدني. سأظل باحثا سأظل لاهثا إن لم أجدك، إن لم أجدك أن تجدني وأنجدني. إن لم أجدك، إن لم أجدك أن تجدني وأنجدني. عدني يا إلهي عدني، عدني يا إلهي عدني، عدني يا إلهي عدني، عدني يا إلهي عدني. اصفح عني وساعدني. لقد انتظرت، انتظرت طويلا، ما جاءني أحد. أضعت علي سنية الجميلة وما زارني أحد. كرمتي بخيلة، دمعتي ثقيلة، حالتي ذليلة. وقد انتظرت، انتظرت طويلا، انتظرت طويلا. كرمتي بخيلة، دمعتي ثقيلة، حالتي ذليلة. سأظل باحثا سأظل لاهثا إن لم أجدك، إن لم أجدك أن تجدني وأنجدني. إن لم أجدك، إن لم أجدك أن تجدني وأنجدني. عدني يا إلهي عدني، عدني يا إلهي عدني، عدني يا إلهي عدني، عدني يا إلهي عدني، عدني عدني.
اصفح عني مع هالترتيلة يلي فعلا عم تنقلنا ضمن أجواء الرحمة الإلهية يلي بعدنا متابعين مشاهدينا بالفقرة الثانية من نور جديد عبر نور الشرق هالبرنامج الصباحي يلي عم نلتقى نحن وياكم حتى نتابع حديثنا عن الرحمة الإلهية بين لبنان ومصر والعالم مع حضرة الأب مايكل سليم الراهب الفرنسيسكاني مرشد جماعات الرحمة الإلهية في مصر ومدير مدرسة الأباء الفرنسيسكان في الفيوم. مرة جديدة منرحب فيك بالفقرة الثانية أبونا. وأيضا الأب ميلاد أسأيم هو مرسل لبناني ومرشد عام جماعة الرحمة الإلهية في لبنان. كمان مرة جديدة منرحب فيك أبونا ميلاد. عم نتابع الحديث وكنا صلينا مع الفنان نقول القصة هالترتيلة اللي بتقول اصفح عني ونحن بأجواء الرحمة قد مهم الإنسان يصفح عن الآخر لو مهما كبرت الخطية ومهما زادت عليه الأحقاد. أتوقع رسالة الرحمة اللي الكنيسة بتعلنها والبابا فرانسيس مهتم بها بشكل كبير وكرس لها سنة استثنائية من ركائزها الأساسية هي يعني مبادرة غفران للذات وغفران للآخر، ونقول مش صفحة على قد ما هو كمان فتح القلب لحضور الله بشكل كبير، محي خطايانا وضعفتنا، نقول التخلص من سقطاتنا أمام رحمة الله. دي بتبقى دعم وانطلاقة كبيرة جدا عشان نقدر احنا نستمتع برحمة الله ونكون يعني مرسلين ورسل حقيقيين بناء على خبرتنا اللي لمسناها في رحمة الله لينا. فالتوبة، التوبة المستمرة، التوبة الدائمة أمام الله وأمام رحمته أتوقع هي من نقاط الأساسية والركائز اللي الكنيسة بتدعمنا بها عشان نقدر نعيش حياتنا المسيحية ونقدر نعلن عن مسيحنا الرحيم الحاضر في كل زمان. أمين. أبونا بهالكلمات ترنيمة كان عم بيقول أنه يعني أضعت سنية الجميلة لم يزرني أحد. هل قد الناس زيارتها لبعضها طبعا البناءة والهاتفة قد بتعطي الإنسان ثمر بحياته وبتزيده، وقد نحن اليوم عم نبخل على بعض بعلاقات إنسانية فعلا ثابتة متينة بالرب ومتمسكة بكلمة الله. مظبوط، زيارات شوي صارت اليوم مقتصرة على المصلحة المشتركة، الوقت اللي الزيارة هي دايما بتفسح عن قلب الإنسان، كان الناس يشكوا همومهم لبعض، يشاركوا يتمأنوا على همومهم اليومية، يتمأنوا على بعض. خاصة المريض اليوم كتير إلى تأثير الشخص إنه يجي يزوره، يعني أوقات كتير يمكن بينسى كل شيء بس ما بينسى إنه أنا مرضت وهذا الشخص ما سأل عني. قديش مهم كتير إنه الإنسان يتطمن عن الشخص التاني، يتشارك معه فرحه وحزنه وألمه. هذا الشيء بيخلي الإنسان يرتاح أكثر، وبنفس الوقت هاي رسالتنا بالنهاية، كنت مريضا فزرتموني، نزور يسوع من خلال زيارتنا للمريض. نعم أبونا مايكل، يعني اليوم رسالتكم كرهبان فرانسيسكان عم بتكون بصعيد مصر بالأماكن الأكثر فقرا، الأكثر حاجة، الأكثر تهميشا، منسيين، يعني قد ما نحكي ونوصف الوضع يعني بتعرف قديش هو صعب ومزري، قديش هالأشخاص تتبلسم جراحاتهم وبيتقووا وبيتشجعوا يكفوا الحياة برجاء وإيمان لما تكونوا حاضرين حدهم مسكين بإيدهم عم بتقوون بكلمة الله. الرسالة في صعيد مصر يعني من وسط مصر لصعيدها مختلفة يعني كلية عن الرسالة في شمال مصر، لأنه أهل الصعيد ما زال محتفظين بالإرث وبالتقليد ونقول بالطبيعة المصرية البسيطة، وما زال ملتصقين بالأرض وبالزرع، وما زال قادرين يشوفوا ويلمسوا حضور الله بشكل كبير من خلال أعمالهم، من خلال الأرض، من خلال الزرع وحضور الله فيه. الصعيد بنقول بس بحضور وابتسامة، بتجوال في الشوارع، بنفس راضية كده وأنا مبتسم، بيدي بصمة كبيرة جدا 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 في قلوب الأشخاص وعقول الأشخاص اللي بيتعاملوا معنا. احنا لينا في الصعيد خدمات رعوية كتير، لينا في برشية طيبة الأباط الكاثوليك اللي هي تحت رعاية الأنبا عمانويل عياد، لينا تقريبا تلتين الرعاية المخدومة هناك رهبان فرانسيسكان بيخدموها.
مش هقول بصمة على قد ما في حضور أخوي، يعني انطلاقا من روحانيتنا الأهبان الفرنسيسكانية والقديس فرانسيس والإخاء والمحبة اللي احنا بننمو عليها طول الوقت في تكويننا، في حياة نقول حس أسري جماعي بنعيشه داخل هذه الرعاية. فبيشعر الناس حقيقة بحضور يسوع من خلال بس التواجد، بس المؤازرة والمساندة، من خلال العمل الرعوي اللي ليه يعني أسسه ما ينفعش تتغير ولا يعني تبدل بشيء، من خلال الزيارات الرعوية للبيوت، من خلال إقامة الصلوات، وفي في الطقس القبطي في أزمنة الصوم في صلوات، يعني في طقوس وليتورجية معينة بتقام داخل البيوت، بيبقى في جزء من سر مسحة المرضى بيتعمل اسمه صلاة الأنديل، بيتعمل في البيوت قبل العيد في كل الرعية، فالكاهن لازم يلف على كل الرعية قبل العيد في زمن الصوم الكبير، الصوم الأربعيني، ويعيش زمن يعني مش وقت صلاة، وقت تسبيح داخل كل بيت، فبيحول كل بيت لكنيسة صغيرة. فحضورنا بشكل أو آخر أكيد بيكون شكل بيدي تعزية وبيدي قوة وبيأكد على مصداقية حضور يسوع بشكل أو آخر يعني. والتحديات موجودة زي كل الأماكن، لكن زي ما بقول لحضرتك إنه لسه ما زال الناس مرتبطين بالطبيعة البسيطة، مرتبطين بالأرض، مرتبطين بالزراعة، فقادرين يلمسوا حضور الله بشكل كبير جدا لأنه لمسين حضوره. هل أدهم تنزل كلمة الله مثل المطر والثلج يلي بيعطوا الزرع الصالح؟ أبونا ميلاد يعني حلو كتير اللي قاله أبونا مايكل، ومنعرف يعني وراح تكشف لنا تفاصيل كتيرة، ولكن عم بتقوموا بسياق تحضير المباشرة بتحضير لمؤتمر الرحمة الإلهية في لبنان إذا الله راد الصيف المقبل. حطنا شوية بأجواء هالتحضيرات، وهل رح يكون في مشاركات من دول غير بلدان عربية؟ أكيد نحن ننتمي إلى الفاتيكان مباشرة للأنجيل الجديد، دائما بيكون بمؤتمراتنا في ممثل من قبل الفاتيكان، في عنا الكاردينال شونبرن اللي هو كاردينال النمسا، هو كمان بتسليم من الكنيسة هو متسلم كل أمور الرحمة الإلهية في العالم كله مش بس بأوروبا، فممكن كتير عنده تجاوب انه يشارك معنا. في عنا الكاردينال جيفيش اللي هو سكرتير جون بول دو الخاص، كمان عنده ابداء انه ممكن انه يجي يشاركنا. في عنا كمان من الفلبين اللي رحنا عملنا المؤتمر عندهم، هني كمان حابين يشاركونا. في كتير دول، في عنا المطران اوزوكو كمان بنيجيريا، ورسمه البابا جون بول دو كمان عنده نشاط او كتير للرحمة الإلهية بالمكان اللي هو فيه، حابب يشاركنا. وإلى جانب كتير من البلدان أبدت استعدادها لتشاركنا، ممكن من أمريكا كمان. يعني هيك عم بتخلينا فعلا نتحمس أبونا لهالوقت القادم يلي رح تلتقى فيه شبيبة لبنان، شبيبة مصر، هالبلدان العربية المشاركة وأيضا غير العربية. أبونا أهمية هالمؤتمر يلي صار عندكم بمصر، شو شفتوا ثماره بعد ما انتهى؟ احنا المؤتمر كان في توقيت في استعدادات مصر كلها كدولة لاستقبال قداسة البابا فرانسيس، لكن رغم الاستعدادات دي بس عايز اقول انه كان المعايشة الاخوية ما بين مصر ولبنان، وكان عندنا حضور من سوريا، وكان عندنا حضور من الاردن، وكان عندنا حضور من العراق، وكان عندنا حضور اللي هو الرئيس الاصفة بتاع نيجيريا وزوكو. الخبرة اللي عشناها والوقت الجماعي اللي قضيناه مع بعض وحس الاسرة اللي احنا اختبرناه، بالاضافة انه قدرنا كمان نلمس جمال وروعة ثقافتنا القبطية في مصر ككنيسة قبطية، ككنيسة محلية إذا كان أرثوذكسية أو كاثوليكية، ومعايشتنا يوم كامل في دير من أديار الكنيسة الأرثوذكسية اللي هو الأنافورة، مكان في الصحراء كان ليه طابع خاص. أقول لحضرتك لحد الآن، لحد اللحظة الحالية، للشباب والشابات والأسر اللي اشتركت بتقول اللي احنا عشناه وحضور يسوع اللي لمسناه وعمل يسوع في قلوبنا ما زال قائم، وبيتمنوا نعيد ونكرر هذه الخبرة بشكل أو آخر. وزي ما قلت لحضرتك كمان أنه الحلم اتحقق بشكل أو آخر، أن احنا عشنا وقت نستمتع ونتلذذ به بحضور الله وبرحمته من خلال سماع كلمته في هذا الإطار تحت جناح الكنيسة الكاثوليكية وتحت جناح الرهبنة.
في مصر، والحلم بينمو. يعني إذا كان مؤتمر أول شرق أوسط يتعمل في مصر، أتوقع المؤتمر الثاني اللي احنا في صدد تحضيره دلوقتي وده سبب وجودي في لبنان هيكون لي صدى كبير كمان، عشان كدول عربية نعيش ونقدر نشيل أزمات بعض. يعني الأزمة اللي عايشاها سوريا احنا اختبرنا الأزمة وعشناها مع اللي جه من سوريا، حكى وشارك وشاركناه. الأزمة اللي احنا عشناها في مصر اخواتنا اللبنانيين شاركونا فيها وشعروا مدى أهمية الإيمان وأهمية العلاقة بالرب وأهمية الصلاة في حياتنا المسيحية. احنا كمان لما نيجي لبنان وهنشارك هنقدر نعيش المعاناة اللي انتوا بتعيشوها بشكل أو آخر داخل وتحت جناح الكنيسة المارونية. كل المشاركات دي أكيد بتدي انطباع على مسؤولية عامة إن احنا كلنا نكون شهود ورسل رحمة في كل زمان ومكان، ونقدر نشيل أثقال بعض ونشيل أحمال بعض ونصلي لأجل بعض عشان الرسالة ويسوع يكون حاضر وسطنا. أمين. شو حلو هالكلام، شو بيعطينا قوة من خلال فعلا كلمة الرب. أبونا ميلاد، حطنا شوي أكتر، يعني بعرف ما بدك تكشف كل التفاصيل وكل الأوراق، ولكن شو راح يكون تقريبا العنوان العريض أو محاور هالمؤتمر؟ شو الأهداف اللي حابين تحملوها أو الثمار اللي حابين تقطفوها من بعد إقامة هالمؤتمر، خصوصا وأنه في شبيبة راح تشارك؟ أدي راح تعبون وتملون من كلمة الله من عمل الرحمة؟ العنوان أكيد هو صار ظاهر يعني، بس هو مبدئيا بيكمل عنوان مصر، أرسلني حاملا كنوز رحمتك. حلو. كل واحد منا حمل كنوز رحمة، ما حدا منا نوجد على أرض الشرق أو على الأرض الكرة الأرضية من دون ما يكون عنده رسالة، رسالة نشر كلمة الله. والكنوز كلنا نعرف شو هي، كل واحد منا عنده كنزه الخاص المميز فيه يلي لازم نحمله للإنسان المحروم، الإنسان اللي بحاجة لرحمة الله. فأكيد في برنامج مكثف حيكون منه صلوات، منه محاضرات، منه تبادل خبرات، وفي يوم منه رح يكون خارج المكان اللي نحن فيه، رح نعمل كمان خبرة كيف بمصر عيشوا خبرة الصحراء والأنافورة. نحن حنكون الله رب بأرز لبنان. حلو. تحت أرز الرب. تحت أرز الرب اللي هو شعار لبنان كله. حلو حلو. يعني فعلا هالخبرات رح تكون عمرانة. أبونا مايكل، يعني رغم إذا بنرجع نتذكر العام الماضي وقبيل زيارة الحبر الأعظم البابا فرانسيس إلى مصر، يعني شهدنا إلى يعني تهديدات أمنية، شهدنا تفجيرات في بعض الأحيان، شهدنا شهداء مسيحيين سقطوا فداء عن المسيح، بس بنفس الوقت شهدنا على قوة إيمان الشعب المصري المسيحي القبطي، على قوة شهادتهم بكل فخر أعلنوا المسيح، أعلنوا هذا الولاء. فحطنا بهالصورة أيضا. هو في مصر مش بس شهادة بالدم، في مصر إحنا كلنا كمسيحيين مطالبين يكون عندنا شهادة حياة عن المسيح الصادق في وعوده، المسيح الإله الحي، الإله اللي مش موجود في كتب مرتبط بتشريع وقوانين، على قد ما هو إله إنسان قدر يعيش مع أخيه الإنسان ويظهر محبته. وأتوقع المفتاح اللي مخلي إيماننا قوي هو الاضطهاد اللي احنا عايشين فيه، أو مش عايز أقول التهميش، على قد ما هو عدم قبول عقيدة أخرى أو ثقافة أخرى أو إيمان آخر داخل نفس المجتمع، لأنه العدد بيفرض نفسه. احنا إذا تكلمنا في 100 مليون، احنا 17 مليون مسيحي من 100 مليون، من ال 17 مليون مسيحي مش بنقول يعني تحيز لطائفة أو لكن احنا كاتوليك لا نتعدى 300 ألف كاتوليكي في مصر. مع كل هذا الكم والأعداد الرهيبة لكن لينا حضور ولينا بصمة، وده بيرجع لأنه ربنا بيستخدمنا بشكل كبير عشان نكون شهادة حية وسط عالم يعني مش قادر يرى ويسمع ويعي هذا الإله الحقيقي. وأتوقع نعمة الله اللي فينا والإيمان اللي بينمو يوم بعد يوم ده مفتاح وبعيد تاني الاستشهاد، الاستشهاد بشكل أو آخر من خلال الأحداث اللي احنا عشناها في مصر على طول الخط. وتعرفوا كويس مش هنتكلم في السياسة، لكن الضغط اللي بيضغطوا بيه على أي سياسة في الدولة هو التحيز الطائفي والتعامل بشكل غير أدمي مع الأقليات اللي موجودة،
مش بس مسيحيين، ده في كل الدول الموضوع ده واضح، لكن في مصر هو المسيحيين اللي قادرين، يعني هو المحك اللي بيخلي الدولة ترجع وتكون واعية. يعني نشكر ربنا مع الرئاسة الحالية في خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوضع اللي عشناه احنا، يعني اكيد متابعين الاخبار، احنا هذا العيد في عيد الميلاد ورأس السنة كان من افضل واجمل واروع الاعياد اللي عشناها، يمكن من سنين ما اختبرناش هذا الامان وهذا حلو. الاستقرار. حتى تم تدشين أكبر اكبر كاتدرائية. كاتدرائية الميلاد في نفس التوقيت على بعد 3 كيلومتر منها، في حلو. افتتاح جامع اسمه جامع الفتاح العليم في عاصمة إدارية جديدة. وللعلم العاصمة الإدارية الجديدة دي يعني حيزها المكاني ومساحتها أكبر من حيز لبنان، حلو. بي يعني بي بيشيد ويبني مدينة أو عاصمة جديدة تحتوي كل الوزارات والهيئات اللي موجودة داخل جمهورية مصر العربية، بالأخص القاهرة، عشان شوية الزحمة تخف. فحضورنا بهذا الشكل واستمرارية حضورنا ده دي نعمة من ربنا، وإيمان، إيمان وثقة الشعب المسيحي القبطي إنه ربنا حاضر رغم كل الظروف ورغم كل التحديات. عشان كده مبسوطين حتى لما بيكون في حدث وبيكون في يعني نوع من أنواع الانفجارات أو كنائس بتتفجر، في ألم اللي بنشوفه وفي أحداث، لكن بنرجع بقوة إيمان تانية نعلن يعني رسالة الله ونعلن حضوره، لأنه واثقين إن إلهنا حاضر رغم كل التحديات، وإلهنا نفسه عاش هذه الخبرة وعاش هذا الألم من خلال مسيرة الخلاص اللي احنا كلنا دلوقتي مستمتعين بثمارها، يعني توبة حقيقية طول الوقت وفرح وسلام في حياتنا. أمين. قديش حلو فعلا أبونا هالكلام، يعني لما نشوف مثل ما قلت شهادات دم وبعض الناس هالقد إيمانها كبير، دليل على شو أبونا؟ يعني اليوم حضرتك مرسل لبناني، وبنعرف قد جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة عم بينتشروا بكل أصقاع العالم، عم بيبشروا حاملين هالبشرة السارة بكل فرح وعم بيعلنوها بكل رجاء. دليل على عمق عيش الإيمان من خلال كلمة الله، يعني عندهم كتير ثقافة روحية منشئين عليها من الصغر، لأنه كنا بس نشوف الانفجار يصير الولد يحكي إشي إنه أكبر من عمره، خبرة ذاتية. أنا بصفى عنهم، شفنا هذيك المرة البنت العراقية اللي قالت لهم أنا بصفى عنه لأنه مش عارف شو عم يعمل. حلو. يعني كلمة صفح كلمة صغيرة بتتم، بس هي تنبع عن علاقة حميمة مع الله، هل بتساعد الإنسان يصفح ويغفر؟ الإنسان بعيد عن الله ولا ممكن يعيش هالخبرة هذه. حتى يعني إذا منتذكر الأبهاني طوق مش من زمان غفر لقاتل والدته يلي هو أحسن إليه أيضا، يعني قدي عم نقدم شهادات مثمرة فعلا بحق الرب. شو بعد بدك تقلنا أبونا مايكل؟ يعني اليوم رح ترجع على مصر حامل كمان ثمار من لبنان، شو رح ترجع؟ لا أنا يعني بشكر ربنا لأنه في كل مرة باجي فيها لبنان بشعر بجمال وروعة إيمان كنيستنا الكاثوليكية. هنا الكنيسة غنية جدا، فيها يعني أعمال وخدمات وأنشطة قوية جدا، أنا شخصيا بتعلم منها في كل مرة باجي، بالإضافة أنه في رغبة، يعني في رغبة قوية لنشر رسالة المسيح بشكل أو آخر رغم كل التحديات. أنتوا برضو في منظومة وتابعين للدول العربية اللي احنا عايشين فيها بأزماتها بسياساتها، بس يعني كنت لسه بحكي مع أبونا بلاد النهاردة في العربية الصبح، ما زال لبنان محافظ على إرثه وعلى ثقافته المسيحية، في كل الضيعات تلاقوا تمثال للعذراء، نلاقي مكان فيه صلاة، في كل مكان نشعر بحضور يسوع وقديسيه بشكل أو آخر بشكل الله. كبير. فدي نعمة يعني بشكر ربنا أن أنا بلمسها حضوركم، وبتمنى أن أنتم تحافظوا عليها لأنه محتاجة لبنان يعني تحفظ الإرث بتاعها ويحفظ الإرث بتاعه بهذا الشكل، عشان الأجيال الجادية القادمة تقدر تستلم وديعة الإمام بهذه الثقافة المسيحية اللي ما زالت بيور، ما زالت طاهرة، ما فيهاش نعم. أي شوائب. أبونا مايكل، تحدثت عن التعايش اليوم يلي عم بتعيشه مصر ضمن روحية جديدة، يعني قبول الآخر، احترام معتقداته. شفنا إقامة أكبر كاتدرائية وأكبر مسجد تقريبا نفس الحجم على الأرض فعليا. خلينا نحكي، هل هناك خوف من إقامة الشعارات الدينية والرموز المسيحية أو تماثيل؟ يعني هل عندكم خوف بأنه تكون ظاهرة إلى العلن، خصوصا بعد الحالة الأخيرة يلي شاهدناها؟ عندنا يعني في
جملة كده في مصر بنحترمها حتى داخل مدارسنا، لأنه مهم يعني يغرس في قلوب وأفكار أولادنا اللي جايين، إنه الدين لله والوطن للجميع. إحنا أبناء بلد واحدة، أبناء يعني أرض واحدة. كون إن أنا أعلن وأشيد وأقوي يعني ما معتقدي، ده شيء ما يزعلش، مما لا يتنافى أو يحد نقول حرية الآخر. ولازم نحترم يعني التعداد ومحدودية العدد. احنا 17 من 100 17 من 100 17 من 100 يعني 17%، مش هو العدد اللي نقدر نقول يعني يكون ليه حضور بهذا الشكل زي لبنان. لكن بذكر واقول انه لينا بصمة ان احنا عايشين مع بعض، لينا بصمة لانه احنا اشخاص مصدر ثقة، ومدارسنا ما زالت ليها ثقل داخل الدولة. يعني كل رموز الدولة بيفضلوا يدخلوا اولادهم وبناتهم داخل مدارسنا عشان يتعلموا ويتربوا على أسس إنسانية في المقام الأول، ويقدروا يكونوا أشخاص فعالين ونافعين في المجتمع. أتوقع دي أهم من تشييد تماثيل أو عمل أماكن يعني. وبرضه نعلم بشكل واضح، لا، الأوضاع دلوقتي ما زالت في أكثر استقرارا. يعني إذا كان عدد يفوق 100 كنيسة اتحرقوا وقت الأزمة، وقت الصدام، وقت الصراع مع الفئات المختلفة في مصر، دلوقتي تحت رعاية الرئيس والجيش الكنائس دي كلها اتبنت وتعاد بناها. وهي رسالة فعلا، من رسالة الدولة. فبالتالي قادرين نحس ان احنا لينا امان ويعني ومحترم، يعني عقيدتنا ما زال ليها كيان واحترام في عقول المسؤولين. وبعد لك تاني، اللي احنا بنبنيه النهاردة واللي احنا بنربيه في اولادنا النهاردة في مدارسنا هنجنيه بكرة. وده اللي احنا بنعيشه في مصر دلوقتي، ان مفاصل الدولة والاشخاص اللي ماسكين سلطات ومسؤوليات، في منهم كتير خريج مدارسنا مش مسيحيين بس مسلمين متربيين وناشئين تحت رعاية مدارسنا. هالقد الذهنية ايضا، التربو على ذهنية الانفتاح وقبول الآخر والعيش معه بكل مساواة. أبونا قديه مهم اليوم هالمنهاج يكون موجود ضمن التربية، ضمن المواطنية، ضمن روح العائلة داخل الوطن الواحد. يعني للأسف نشوف بعض الدول والبلدان عندها مدارس تكفيرية، هالقد بيغسلوا عقول الأطفال، قديه عم يتم استغلالهم أيضا. أكيد بالنهاية العلم هو رسالة، فيني وجه الإنسان لرسالة للخير وفيني وجهه للشر، بس أكيد أيه هو اللي بيغلب التاني. تقوى أنا غلبت العالم، دايما كلمة الله هي اللي بتغلب. رسالة السلام، رسالة المحبة. يعني امبارح شفنا بعتولي ريبورتاج عن ماما الأم ماجي. أم ماجي يعني متأثرة جدا برسالة الأم تريزا دي كالكوتا، يعني جسدتها حقيقة كأنه هي شخصية بارزة مميزة عم تعيشها بمصر وبلدان عربية وكرموها. هيدي دلالة على تنشئة عشتها بحياتها، حلو، عم تزرعها بالناس. أنا بدي أشكركم على هالحضور اليوم المميز ضمن هالبرنامج الصباحي نور جديد على نور الشرق، الأب مايكل سليم يعني الراهب الفرنسيسكاني المصري ومرشد جماعات الرحمة الإلهية في مصر ومدير مدرسة الآباء الفرنسيسكان في الفيوم. أهلا بكم مرة جديدة. والأب ميلاد لسقيم المرسل اللبناني مرشد عام جماعة الرحمة الإلهية في لبنان، شرفتونا. وبنختم معكم هالفقرة مشاهدينا، نحن وياكم بنتوقف مع فاصل وبنرجع منتابع.